معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام. أستاذ عبد المحسن أهلا بيك يا فندم، ويمكن حضراتكم خرجتم بعدة توصيات من اجتماع اليوم وأبرزها كان زيادة أسعار بيع الصحف. إمتى يا فندم هيتم اتخاذ القرار بشكل نهائي؟ أهلا بيك يا أستاذ المشاهدين. معانا النهارده كان اجتماع مهم جدا، ناقشنا فيه عدة حاجات كتيرة جدا، مش مسألة رفع السعر بس. زي ما حضرتك اشرت احنا بنتكلم على فكره انشاء مصنع ورق، وده مهم جدا. احنا عندنا ارض مؤسسه الاهرام لديها ارض في البحيره تقترب من 120 فدان. عرضت النهارده ان احنا نعمل تكتل من الصحف القوميه والحزبيه والخاصه لانشاء مصنع ورق. اظن ده لو تم هيبقى خطوه مهمه جدا عشان فكره سد احتياجات مصر والمنطقه العربيه والافريقيه من الورق. ان شاء الله الاسبوع الجاي هنناقش هذا الامر بجديه. اتكلمنا على فكره ان الكلام ازاي نعمل نقاط توزيع جديده وطريقه توزيع جديده. عارف حضرتك معظم مثلا حتى تفاجئ مثلا ان احنا معظم المدن الجديده ما عندناش فيها نقاط توزيع. الطرق الرئيسيه وشبكه الطرق الكبيره دي ما عندناش فيها نقاط توزيع، وبالتالي مهم جدا ازاي نقدر نوصل للقارئ في اقرب مكان ليه. برضه ناقشنا هذا الكلام وان شاء الله هناخد فيه خطوات. بالاضافه الى فكره زي ما حضرتك اشرتي، الحقيقه احنا الصحافه بتواجه تحدي خطير جدا منذ تحرير سعر الصرف، لان ده ضعف تكلفتنا ثلاث اضعاف. يمكن الساده المشاهدين اللي قاعدين قدام حضرتك يقولوا لك طب انتوا مالكم ومال سعر الصرف؟ لا، بقول لهم لان احنا كل مدخلات صناعه الصحافه للاسف مستورده، بدءا من الورق مرورا بالاحبار والبنتات وانتهاء بقطع الغيار ومكنات الطباعه. الدور المهم اللي بتلعبه الحقيقه استاذ عبد المحسن، حضرتك ذكرت عده نقاط هامه جدا اللي خرجتوا بيها او توصيات اللي خرجتوا بيها النهارده، ويمكن حضرتك بدات بمساله انشاء مصنع للورق وقد ايه هي مساله هامه بالنسبه للمنطقه ككل وليس فقط مصر. مش من المستغرب يا فندم انه الخطوه اتاخرت كل هذا الوقت بعد التاريخ الطويل العريض للصحافه في مصر؟ بس حضرتك هو كان الحقيقه كان في يعني محاولات، لكن لم تكن محاولات يعني لم تاخذ صفه البدايه. احنا عندنا مصنعين ورق، مصنع انا ومصنع اتسو، شركه انا وشركه اتسو، دول شركات تبع من شركات قطاع الاعمال العامله، وهم بينتجوا ورق بس الورق المجلات، ورق كتب مش ورق صحف. مهم جدا ان احنا نقتحم هذا المجال لان ده مهم للمنطقه كلها، وارجو ان احنا يعني نوفق في هذه الخطوه ان شاء الله. واحنا جادين جدا فيها، عندنا الارض وبيبقى فكره التمويل والوقفه والاصرار على تنفيذ الخطه دي، اظن هتبقى خطوه موفقه ان شاء الله. الجزء اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه، احنا بنتكلم يا استاذه في موضوع خدمي مش سلعه. انا لما بنتج جورنال بنتج خدمه، الخدمه دي غايه في الاهميه، وبتكلم وارجو ان الكلام ده موجه لشريحتين بالمناسبه، للحكومه وللمجتمع. الحكومه احنا بننتج خدمه لان احنا اداه تنوير مهمه لابد من الحفاظ عليه. احنا مش بنتكلم على مهنه فئويه ولا مطلب فئوي، بنتكلم على مطلب او خدمه تنويريه مهمه جدا. احنا بنواجه الارهاب اليمني، ولكن لو سمح لي يا استاذ عبد المحسن، هل ده مبرر يا فندم طلب الدعم من وزاره الماليه في هذا التوقيت تحديدا، الدعم المادي من وزاره الماليه للصحف؟ هي يعني المساله مش مساله طلب دعم او مش دعم حضرتك، انا بتكلم زي ما انا قلت اشرت لحضرتك، انت بتتكلمي على دور انت وسؤال اخر. السؤال اللي بطرحه على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، هل احنا بننتج سلعه ولا خدمه؟ يعني لو سلعه، لو انا بنتج تلفزيون او ثلاجه ده موضوع تاني بقى، بسعره بالسعر اللي انا عايزه وببيعه بالطريقه اللي انا عايزها، واللي عايز يشتري اهلا وسهلا، مش عايز يشتري هو حر، عنده حاجات تانيه. لكن انا بنتج خدمه، خدمه بمعنى ايه؟ بقوم بدور تنويري مهم، وده الكلام على فكره مش خاص بينا احنا. طب يعني اجابه لسؤال حضرتك يا فندم، لو حطينا نفسنا مكان المواطن العادي، في خدمات اساسيه جدا تم رفع الدعم من عليها، فليه يوجه هذا الدعم اللي تم رفع من عليه من خدمات اساسيه للمواطن للورق؟ لا بصي، هو مش لا ما فيش عندي، احنا اذا كنا بنتكلم على دعم اقتصادي كبير جدا موجه بشكل ليه، انا اظن ان دعم قطاع مهم زي قطاع الصحافه اللي هو ثقافه اللي هو تنوير لا يقل عن دعم الغذاء ولا يقل عن
طب مهمة يعني. هل يا فندم الصحف الورقية بتعاني من أزمات مالية فقط أم إن إحنا بنواجه مشكلة أكبر؟ لا طبعا الجزء الأزمات المالية ده جزء من كل، طبعا عندنا مشاكل كثيرة، طبعا عندنا مهم جدا إن إحنا لازم نطور المحتوى الموجود، إن إحنا نطور أدائنا، نبذل جهد أكبر، يبقى عندنا يعني أدوات أكثر لاستغلالها. عندنا موارد كثيرة جدا على فكرة، إحنا كمؤسسة الأهرام لدينا موارد أخرى نقدر نستثمرها ونشغلين في القصة ديت، بس ربما بنعاني برضو بعض من الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالإجراءات البيروقراطية المعقدة جدا اللي بتواجهنا في استغلال أصولنا مثلا. ده حاجات كتيرة يعني. السؤال الأخير يا فندم لو تسمح لي، يعني هل الصحف الورقية فقدت الكثير من بريقها؟ بصي، الصحافة لم ولن تفقد بريقها على الإطلاق. الصحافة هي الأداة الوحيدة اللي بتوثق كل أحداث المجتمع. الصحافة هي اللي حتى الغرب على فكرة بالمناسبة، حتى العالم لما بيشوف وبيتابع ما بيتابعش غير الصحافة المكتوبة بالمناسبة يعني. الحاجة الثانية هقول لحضرتك على حاجة، الكتاب مثلا، هل الكتاب فقد بريقه؟ ما فقدش بريقه. بدليل ايه؟ انت عارفة معرض القاهرة الدولي للكتاب الأخير يا أستاذة سجل أعلى معدلات بيع. ده معناه ايه؟ إن احنا ممكن تكون في مشكلة، لكن لا زالت الصحافة هي الوسيلة الأقوى. ولكن يا فندم نسبة تطبيع الصحف كام دلوقتي مقارنة بثلاث أربع سنين فاتوا؟ يعني في عوامل كثيرة أعتقد دخلت على الصناعة أثرت عليها، بنتكلم إنه شريحة كبيرة من القارئ من القراء ذهبوا لأماكن أخرى يعني. لا بصي حضرتك، أنت قلتي السؤال والحل على فكرة. أنت قلتي من ثلاث أربع سنين، هي من منذ ثورة 25 تحديدا يناير أو بعدها بسنة حصلت هزة عنيفة، هزة ثقة وهزة اقتصادية زي ما حصلت في المجتمع كله. أنا بعتبر إن دي وعكة، وعكة مفاجأة إن شاء الله يتم تجاوزها خلال فترة وجيزة بإذن الله في المرحلة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام أيضا.